نحن ورايحين على البيت بتتصل فيي بروديوسر البرنامج ليان نحال و اونلاين بروديوسر نادين ابو فاضل، بيتصلوا فيي بيقولوا نحن وصلنا على منطقه انطلياس دبي وعم بيصرخوا كانوا ليليان ونادين وعم بيقولوا لنا شان في صحون طائره بالمنطقه. فقلت لهم شو شايفين؟ قالوا لي في صحون طائره عم بكبوا نار. قلت لهم طب شو هيدا؟ اجسام غريبه بمنطقه انطلياس دبي امبارح بالليل هيك قالوا. حتى ناخذ اكثر تفاصيل بدي ادعي الزميله نادين ابو فاضل. لو سمحتي نادين تفضل لعندي تقولي لي شو شفتي. مساء الخير نادين. مساء الخير. تفضلي. شكرا. تفضلي. شكرا نادين على كل جهودك. اول شيء حضرتك زميلي وتعذبتي معنا كمان كل هذا الشهر. قولي لي شو شفتي امبارح عشيه انت وعلى الطريق بالليل على طريق جوني انطلياس؟ كنا راجعين على الاوتوستراد انا وليليان نحال اكزكتيف بروديوسر. كنت عم تحكي معك اصلا هي على التليفون وبعدين شفت رده فعلنا كيف كانت. ليه كنتوا خايفين؟ يعني بحدد ذعر؟ لا لا مش انه خايفين، بس انه اول شيء شفنا شيء غريب بالسما مضوى هيك اربع ادويه لونهم اورانج مثل بروجيكتورات ضاربين صوبنا وما فهمنا شو هن بالاول. انه شيء صغير، صارت تقرب السياره كل ما تقرب كل ما نشوفهم عم بيكبروا. هلا كبرهم يعني هيك شيء بس بمسافه مش كثير عاليه بالسما. صاروا السيارات على الاوتوستراد يسحبوا ويوقفوا على جنب، ينزلوا كل العالم من سياراتهم طلعوا عم بيطلعوا كلهم بالسما. اول شيء طلعنا صوب شمال. لكي اسفل ناريه؟ لا 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 اكيد لا، يعني شايفه انا ومليون عرس وشايفه كذا نوع اسفل ناريه، مش معقول يكونوا ولا باي شكل اسفل ناريه. يعني شيء غريب ما بعرف شو هو، يعني مش عم بقول لك انا انه هلا كائنات فضائيه او ما بعرف شو هو الشيء اللي شفته، بس انه شيء غريب واول مره بشوفه. وليك كانوا صافين الناس على الاوتوستراد؟ ناس يوقفوا، في ناس صفوا بنص الطريق، ناس على جنب، بس انه تشفيط على الاوتوستراد العالم كلها عم تطلع طلوع. اكيد مش اسهم ناري. لا 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 اكيد اكيد بفصم انه مش أبصم ابدا ابدا. صفينا على جنب، شفنا العالم كلها عم تطلع صوب شمال، حكينا عم نطلع على اليمين، كنا شايفين شي اربع خمسه كانوا قليل بس انه ضوهم قوي. صفينا رجعنا على الطريق، طلعنا ميت شمال، السما كلها معبيه منهم، يعني في فوق ال 30 40 اي 30 40 في شي 100 وحده يمكن، مش عم بمزح، معبيه السما كلها منهم هيك بتقشع نقط 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 وكله هيك مضوى بروجكتورات، يعني شيء كثير غريب. بلحظه يعني ما بتتخيل باي سرعه اختفوا كلهم. ما عاد نقشعنا شيء ابدا. وإذا انتبهت وقتها كنت عم تحكيك ليليان في محل بلشت صرخ أنا. ليه؟ إلا إنه لأنه قشعنا وحدة أكبر من البقية، قشعناها على ليفل يعني كان ورانا وعم يعني عم بتقرب علينا، يعني شيء ما بعرف أوصف لك شو، بس إنه شيء كبير عم بيقرب مع بروجيكتورات وقشعنا مثل بولة نار وكمان اختفت ما عدنا قشعناها. نادين أبو فضل شكرا لحضرتك. شكرا. أنا بدي أستقبل، شكرا نادين تفضلي، بدي أستقبل شخص كان كمان مارق بي على الطريق وهو فوتوغرافر جيرار الأعرج. تفضل جيرار فوتوغرافر كان مارق على الطريق وقدر يصور. مساء الخير. تفضل تفضل جيرار. جيرار خبرني شو شفت. شفت نقط حمر إذا بدك من السماء. أنا كنت راجع صوب سن الفيل وهن يعني كانوا جايين من جونه من جبال فوق البحر. انا سمعت بهذه القصه قولت امبارح، امبارح كان ليله سبت مزبوط، في فنادق بالمنطقه هونيك. نعم. اكيد ما كانت اسهم ناريه. مش اسهم ناريه، مشان انا يعني بصور اعراس بعرف كل يوم شو بيصير شو بيطلع اسهم ناريه، كل عرس بتعرف فيه. نعم. صاروا هن جايين يعني هن عم يمشوا، انا فكرت اول شيء انه لانه انا ماشي بالسياره عم حسهم ماشيين معي بتعرف. هن ماشيين وكانه يعني بديش ما بدي اخوف العالم انا، كانه نازلين علينا مثل شيء اجتياح، كيف تشوف بالفلومه شيء طيران اما شيء. صاروا تدريجيا يختفوا ومنه النيازك لانه النيزك بيقطع ثلاث اربع ثواني ماكسيموم وبيرجع بعدين بيختفي، اخذوا وقت يعني. وانا لقط كم صوره باينين واضحين عندها كمان. نعم. صور اعطيت تشيب للمخرج باسم كريستو واذا فينا نستعرضهم لو سمحت باسم، الصور اللي التقطتهم امبارح. مزبوط. ممكن نشوفهم. هودي هم الصور اللي شفت. صح. هودي اللي التقطتهم. مانن كثير واضحين لانه بتعرف بالليل. شكله
هيك كانوا يعني بشكل بهالشكل يعني خيطان ولا لا كانوا نقط بس لانه انا بدي انزل بالكاميرا بالسبيد قد ما فيي اوكي اي ما كان معي تريبيه انا اوكي تعمل شوي في الصورة اوكي بس بهالطريقة بنشوف اتجاههم كيف عم بيروح يعني هودي اياهم هون هيك هون كانوا بلشوا تدريجيا يختفوا شوي شوي هودي هول هن كانوا اكبر نشان اكبر من النجمه يعني بتشوفهم اوضح من النجمه وكبار نعم هون كمان مزبوط بس لانه خليني هيك كون ظنان وشك بدي اطرح السؤال كمان مره اكيد مش اسهم ناريه يعني كان في يمكن ارس هناك في فندق للرويال بركي اخذوا وقت 20-25 دقيقه طلع مش اسهم ناريه هون فينا نشوف الاتجاه كيف قلت لك نشان هن كانه جايين صوبنا وعم ينزلوا نعم هذا الموضوع لفتني لانه بكل النجوم بعدد هذا الاسبوع خليني اقول وين تحديدا اذا بتسمح الزميلة رانيا شهاب كيف بموضوع أجسام غريبة تجتاح سماء لبنان هل صدق ميشيل حايك أم بدأ الغزو الفضائي يوم الأحد والإثنين الماضي استطاع عدد من اللبنانيين رؤية مشهد في سماء لبنان سبب الرعب والدهشة في قلوبهم فالرؤية بالعين المجردة تؤكد اجتياح صحون طائرة لسماء لبنان حجمها يقدر ب مترين تقريبا وكانت هذه الأجسام الغريبة تظهر متساقطة من السماء لتغطى في أماكن مجهولة فتتوارى عن النظر لمدة من الوقت لتعود بعدها للظهور مرة جديدة ومن ثم تغادر الأجواء اللبنانية مختفية خلف السحاب حتى اللحظة لم يتمكن أحد من الجزم إذا كانت صحونا طائرة أو مركبات عائدة لكائنات فضائية أو أنها مجرد أجسام للتجسس من قبل إحدى الدول أو أجسام لتجارب علمية معينة لكن لا يمكن تجاهل أن النفس هذه الرؤية شهدت في عدد من البلدان العربية والأجنبية وآخرها كان في السعودية وأمريكا الجنوبية بخاصة ما يضعنا أمام تساؤل كبير هل كانت فعلا كائنات فضائية تؤكد وجود حياة على الكواكب الأخرى وإذا عدنا بالزمن للوراء وتحديدا ليلة رأس السنة حين أطل ميشيل حايك عبر التلفزيون متوقعا ظهور أجسام غريبة في سماء لبنان ستحير العلماء نعتذر عن رداءة الصورة المنشورة كونها التقطت بكاميرا غير مجهزة لهذا النوع من اللقطات الحقيقة أيضا ليلى عبد اللطيف كانت قد تنبأت عن يعني مع ريمان جيم مع زميل ريمان جيم على صوت الغد هيك ظهور أجسام أو كائنات غريبة هوديهم بالأحمر هون حاطينهم ما بعرف يعني رح نعمل بحث نحن نازا الـ National Aeronautics and Space Administration نفت الموضوع قالت انه في كثير ويتنسس يعني هيك شهود عيان بيقولوا انه في اجسام غريبه نفت تماما الموضوع ولكن الايام المقبله اليوم على جوجل نيوز وعلى الياهو كمان قالوا انه بواشنطن وبلاس فيغاس ظهرت اجسام غريبه امبارح واليوم يعني بخمس ساعات هيك موت تقريبا الساعه 8 الصبح بتوقيت لبنان الايام المقبله هي اللي بتوضح في اكد لك شيء انه هيدا الشيء كثير غريب اول مره انا بشوف هيك شيء بحياتي وبعتقد كمان كذا شخص شافه ما في يقول انا انه صحون طائره ما في يعني يمكن موضوع يكون كثير مهم يمكن يكون موضوع كثير تافه نعم بس شيء كثير غريب يعني اللي عم نشوفه هاليومين ثلاثه الفوتوغرافر جيرار القرا شكرا لحضرتك شكرا احنا لا فينا ناكد شكرا تفضل احنا لا بناكد ولا بنجزم الايام المقبله بدنا نشوف العلم شو بيقول واذا تكررت والشك اللي انا على طول برجع بقول انه قد تكون ولكن كمان يمكن بتكون اجسام اسهم ناريه رح ارجع اقول اسهم ناريه حتى العلم يقول كلمه